السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، وحشيني أوي. والنهاردة هنتكلم عن فيديو جديد، وهو الاتنين بنتس سنة 1980. السبب اللي خلاني أطلع أتكلم عنها إن نسبة مبيعاتها وصلت ل 331 مرة للبيع، وهي بتتركب من البرونز، وزنها 7.2، القطر 25.9، السمك 1.85، وسعرها خيالي جدا بصراحة، يعني 5000 دولار، واتباعت 331 مرة. وانا هسيب لكم المصدر تحت، وهوريكم برضك بالصور، هسيب لكم صورة الشخص اللي باع العملة دي 331 مرة. وياريت لو عجبك المحتوى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشاهد بقية الفيديوهات بتاعتي. شكرا.